أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع الموقع بوست: أكبر مستشفى في دمار لم يعد يعالج المرضى. ومن موقع المشاهد نت: 700 أسرة في ريف تعز تسكن تحت الأشجار. موقع الوحدوي نت: التهديد بالقتل لصحفيين في صنعاء طالبوا بحقوقهم. وإلى أكثر الأخبار قراءة: امرأة أمريكية انفصلت عن زوجها لانتخابه ترامب. أهلا بكم. البداية من التقرير الذي نشره موقع الموقع بوست تحت عنوان: الميليشيات تحول مستشفى دمار العام وفرع الهلال الأحمر إلى مراكز لدعم جبهاتها. وقال الموقع: عندما وصلت ميليشيات الحوثي إلى محافظة دمار، كان أول قرار لها تغيير مدير هيئة مستشفى دمار العام ليكون النقطة الأبرز في حياة الميليشيات ومستودع جثث قتلاها من مختلف الجبهات. ووفقا لمصادر خاصة تحدثت للموقع بوست، فقد قامت الميليشيات بعملية سطو كاملة على المستشفى وتسخير كامل خدماتها لمقاتليها وإغلاق عدد من العيادات بالمستشفى، كان آخرها مركز الغسيل الكلوي والذي أعلن إغلاقه قبل فترة على خلفية عدم توفر علاج مرضى الكلى. مصدر خاص بالمستشفى قال للموقع بوست إنه يتم نقل الأدوية التي تم إرسالها للمستشفى من قبل المنظمات الدولية والجهات الحكومية والرسمية إلى جبهات القتال والمستشفيات الميدانية التابعة للحوثيين في مختلف المناطق. إلى موقع الوحدوي نت والذي تابع أحد موضوعات الانتهاكات وعنوان: نقابة الصحفيين تدين قمع احتجاجات الصحفيين في مؤسسة الثورة وتدعم مطالبهم. وقال الموقع إن النقابة أدانت القمع والعنف الذي قوبلت به احتجاجات صحفيين وموظفين من مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر في العاصمة صنعاء من قبل عناصر أمنية تتبع جماعة الحوثي. وقال البيان إن القوات استخدمت الرصاص الحي في تفريق المحتجين المطالبين بجزء من مستحقاتهم وتخوينهم وتهديدهم. ويتابع الموقع نقابة الصحفيين وهي تستهجن هذه التصرفات الرعناء تحمل جماعة الحوثي المسؤولية وتدعم مطالب الزملاء في الحصول على مرتباتهم المتأخرة، وتحذر من استخدام العنف والقمع اتجاه مظاهر التعبير السلمية المكفولة دستوريا. الربيع العربي: الحلم والتضحيات. تحت هذا العنوان كتبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان مقالها المنشور في المصدر أونلاين، وقالت في جزء من المحاضرة التي ألقتها في جامعة أوكسفورد البريطانية: خرجت الشعوب في بلدان الربيع العربي من المقصيين والمستبعدين عن السياسة والحياة إلى الساحات العامة قبل 6 سنوات، ليضعوا بإرادتهم وسلميتهم حداً لاستبداد متطاول تحول إلى رؤساء مؤبدين وجمهوريات وراثية عائلية وطائفية. لقد دارت عجلة التغيير في بلداننا ولن تقف قبل أن تطوي عالماً كاملاً من الطغيان والقمع والأجهزة والسجون والقهر والاضطهاد والاستعلاء والتمايز والفساد. يكشف هذا المخاض الدامي حجم التراكم تحت سطح الاستقرار الخادع الذي قدم دائماً في الماضي مبرراً لمقايضة الحرية والديمقراطية من قبل النظام العالمي والدول الكبرى المسيطرة على العالم. إن الربيع العربي قد بدأ عملية تاريخية لا تنقضي بين يوم وليلة بمجرد إزاحة رأس الطغيان والفساد. إنها عملية طويلة من إعادة تشكيل الوعي بالحرية والكرامة والمساواة وبناء السياسة والدولة والاجتماع العام على هذا الوعي الجديد. ومواجهة الثورات المضادة ليست سوى جولة في مسار الثورة الشعبية التي انطلقت بعفوية وتلقائية كأنها واحدة من حركات الوجود الطبيعية التي لا تستأذن أحد ولا تنتظر تخطيطاً مسبقاً ولا ترجع للوراء خوفاً من الصعوبات والعوائق والأثمان الباهظة. إنها معركتنا الكبرى من أجل الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية والمساواة، تجتمع كلها في كلمة واحدة:
الربيع العربي، وهي بهذا لا خريف لها بل ربيع دائم في نفوس الشباب التي توقدت بها قبل 6 سنوات مع أول شعلة توهجت في تونس الحبيبة. المجد للثائرين من أجل كرامتهم وحريتهم وآدميتهم أحياء وشهداء وجرحى. هذا هو قانون الحياة التي نريد، وهدف وحلم الكفاح الإنساني العظيم منذ الزمن الأول وحتى الزمن الأخير. ومن أقصى محافظة حجة عنوان موقع الصحوة نت: الميليشيات تحاصر قرية ردوة بكوع يدنة وتختطف 6 مواطنين بينهم طفل ومسنون. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي والمخلوع بمديرية كوع يدنة بمحافظة حجة تفرض حصارا خانقا على أهالي قرية الردوة مانعيهم من الدخول والخروج إلى المنطقة، واختطفت عددا من مواطنيها إلى جبهة أو جهة مجهولة بينهم طفل ومسنون. وقال مصدر محلي بالقرية للصحوة نت إن الميليشيات منعت الأهالي من إدخال احتياجاتهم الضرورية، وكذا منع إسعاف عدد من المرضى من نساء وأطفال. وأضاف المصدر بأن الميليشيات اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي على ساكنيها انتقاما لمن تم حجزهم من عناصرهم لدى السلطات الشرعية كما يدعون. ويتابع الموقع: يجدر الإشارة إلى أن مديرية كوع يدنة من أكثر المديريات التي طالها ظلم وبطش المتمردين الذين تمارسه بشكل وحشي منذ 2 بحق الأهالي. قال سكان محليون لموقع المصدر أونلاين إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح نصبوا عددا من نقاط التفتيش في قرية حمد صرار بمديرية قيفة في محافظة البيضاء. وقال سكان للمصدر أونلاين إن الحوثيين اقتحموا القرية بعد يوم واحد من هجوم شنته المقاومة الشعبية على عربة أو طقم، وراح في الهجوم قتلى وجرحى من الجماعة المسلحة، وإن أحد عناصر المقاومة قتل في الهجوم. وقال أحد السكان بأن الحوثيين اقتحموا القرية وفجروا منزلا لأحد عناصر المقاومة بعد أن حاصروا القرية لساعات، لكنهم فكوا الحصار واكتفوا بنشر مسلحيهم في القرية. نجحت ثورة فبراير السلمية في قلب المعادلات التي بدا أنها كانت قد استغرقت لصالح نظام سياسي واجتماعي هجين مغلق المصالح لنخب اجتماعية وسياسية وعسكرية اختارها رأس النظام بعناية لتشكل حاملا اجتماعيا وسياسيا لنظامه. هكذا بدا السياسي ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال في جزء منه: في هذا النظام تعمقت الفوارق الاجتماعية، فتوسعت قاعدة الفقر على نحو غير مسبوق، وتركزت الثروة بنظامها الريعي الذي جعل مركز السلطة والحكم هو مركز السيطرة على الثروة ومركز التصرف بها. تنتج الثروة في الأطراف ويتصرف بها المركز وعلى طريقته. داخل هذا الهجين أخذ يتشكل جيب أوليجاركي بدعم من الفساد وميزانية الدولة التي لم تكن تمتثل لرقابة أحد، وراح يعيد صياغة الجمهورية بأدوات غير جمهورية داخل قوالب من العلاقات السياسية والاجتماعية والمالية والعسكرية، تمهيدا لبناء نظام عائلي غير مدرك خطورة ما كان يقوم به في بلد لم تكن فيه الجمهورية مجرد نظام سياسي وإنما هوية. كان قد أطاح بالوحدة بعد 4 سنوات من قيامها بتلك الحرب التي فتحت الباب أمام الانهيارات اللاحقة للبلاد، وأخذ يكشف عن جوهره المحتقن برغبة مطلقة في التفرد بالحكم وتوريثه. ولتحقيق ذلك كان لابد من تدمير أي محاولة لبناء نظام مؤسسي للدولة ينازعه صلاحياته المطلقة. كانت هذه هي النقطة الجوهرية التي انطلق منها صالح في تأسيس نظامه الذي حقنه بالعداء لكل من كان يعارض التوريث، حتى بدا وكأن الدولة كلها قد جندت لهذه المهمة. اقتصادياً عنوان موقع مسند في أحد تقاريره: جبايات وابتزاز الحوثيين، تحد يدمر القطاع التجاري في اليمن. وقال الموقع إنه منذ دخول اليمن في متاهة الحرب بفعل الانقلاب المسلح لميليشيا الحوثي وصالح تضرر القطاع التجاري بشكل كبير، إذ برزت ظاهرة هجرة الأموال والاستثمارات.
وتوضح بعض الإحصائيات أن نحو 80% من الاستثمارات الأجنبية المتوسطة والكبيرة غادرت اليمن، في حين يقول خبراء اقتصاديون أن حجم الأموال المهاجرة من اليمن تبلغ نحو 30 مليار دولار. كما أن كثيرا من رجال الأعمال والتجار اليمنيين سحبوا مدخراتهم من المصارف المحلية وهاجروا إلى الخارج للبحث عن بيئة استثمارية آمنة، خصوصا في الأردن وجيبوتي وأثيوبيا التي يفضل اليمنيون استثمار أموالهم فيها. عنوان موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية: الآلاف أو آلاف الأسر النازحة من الحرب في تعز تتجاهلها المنظمات وجمعيات الإغاثة. قال الموقع إن 700 أسرة نزحت خلال الأيام القليلة الماضية من مناطق المواجهات المسلحة بمديريات مقبنة وجبل حبشي والوازعية وعزلة المشاولة السفلى بالمعافر إلى المناطق الآمنة في مديرية المعافر. وقال مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمجلس المحلي بمديرية المعافر محافظ تعز عادل أو في محافظة تعز عادل المشمر أن معظم الأسر النازحة تبات في العراء وبحاجة إلى مساعدات إنسانية وإيوائية وغذائية عاجلة، ناشدا للجنة العليا للإغاثة وائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز بالتحرك السريع. وأكد المسؤول المحلي أن الآلاف أو آلاف الأطفال والنساء والشيوخ يكابدون يوميا قسوة البرد والريح والجوع، ويفتقرون لأبسط الاحتياجات الإنسانية من أدوات وإيواء ومن الغذاء أيضا ومياه الشرب النقية، إضافة إلى المواد الطبية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، قوم معنا. نعود الترحيب بكم وإلى صحيفة العرب الجديد والتي أوردت موضوعا بعنوان العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن بين عهدي صالح وهادي، حيث تقول الصحيفة: تعيد الأنباء عن طلب الحكومة اليمنية من الولايات المتحدة الأمريكية التنسيق المسبق لتنفيذ عمليات ضد تنظيم القاعدة في اليمن فتح ملف التنسيق اليمني الأمريكي بمحاربة الإرهاب. مصدر مقرب من الحكومة اليمنية أكد للعرب الجديد أنها طلبت من واشنطن التنسيق المسبق بشأن أي عملية أمريكية ضد الأهداف المفترضة لتنظيم القاعدة في البلاد. وتضيف الصحيفة: وكانت العملية التي نفذها الجيش الأمريكي في قرية يكلا بمحافظة البيضاء وسط اليمن أثارت ردود فعل ساخطة من أوساط شعبية وسياسية، واعتبر نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في تصريح مقتضب له أن القتل خارج القانون أو أن القتل خارج القانون وقتل المدنيون وقتل المدنيين عمل مدان ودعم للإرهاب. وفي المحصلة يمكن القول أن الخطوة الحكومية بسحب الإذن المسبق لتنفيذ عمليات برية تشكل في نظر مراقبين مؤشرا على مخاوف السلطات اليمنية من احتمال توسيع دائرة العمليات الأمريكية في اليمن على النحو الذي ظهرت عليه الإدارة الجديدة في البيت الأبيض. أما صحيفة الاتحاد فقد نقلت عن البيت الأبيض قولها إن الهجوم على مواقع القاعدة كان ناجحا، حيث أكد البيت الأبيض نجاح الهجوم الذي قامت به القوات الأمريكية الشهر الماضي على مواقع تابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة البيضاء. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر في إيجاز صحفي إن الهدف من الهجوم الذي نفذ في اليمن مؤخرا هو جمع المعلومات الاستخباراتية، لقد كان هجوما ناجحا بدرجة عالية. وتتابع الصحيفة: يأتي هذا الموقف بعد سخرية قائد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي من هذا الهجوم الذي نفذ في 29 من الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل أول جندي أمريكي في عهد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب. صحيفة الحياة قالت إن الأمم المتحدة طلبت 2 بليون دولار لتأمين مساعدات لحوالي 12 مليون شخص تضرروا من النزاع. مسؤول العمليات الإنسانية لدى الأمم المتحدة ستيفن أوبراين قال إن سنتين من الحرب
ألحقتا الخراب باليمن وبملايين الأطفال والنساء والرجال الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدتنا، ومن دون دعم دولي فإنهم يواجهون خطر التعرض لمجاعة عام 2017. أما ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن ميرشل ريلان فقالت إن الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن تسببت بزيادة الحاجات الإنسانية الطارئة لأكثر من 70% من المواطنين. في ذكرى ثورة الشباب السلمية تحت هذا العنوان، كتب أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء الدكتور وديع العزعزي مقاله المنشور في الوحدة وينت. ما كان يتصوره الكثير من الناس وهم يتابعون تجمعات وتظاهرات شبابية محدودة أن تتسع وتزيد وتصنع خلال عدة أيام انطلاقة ثورة التغيير وبداية انتصار بحجم خارطة الوطن الجريح، ولا أن تصدر جماليات شعاراتها إلى شرايين أبناء الشعب التي أطلت من ساحة الحرية في تعز وساحة التغيير في صنعاء، وعاشت لحظات مباركة تنشد مشروعا وطنيا أركانه الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وروحه الوجدان الوطنية العامر بالمحبة والسلام والتسامح والمواطنة المتساوية والمؤمن بأن التنوع قوة وثراء. عن أي شيء في ثورة 11 من فبراير يمكن أن نكتب وأيدينا تكبلها رعشة الاندهاش وأقلامنا فاض حبر عزتها حتى غمر كل مساحة يمكن أن تسجل فيها فاصلة انتصار أو نقطة فخار؟ بأي لسان سنعصف أنفسنا ونحن نلملم رمزيات روعتها المنثورة حيثما حل دم أو سكن قيد أو انكسرت سلاسل، وحيثما حطت مسيرة التغيير ببركة شباب مزقوا شرنقة الوهم وأودعوا الأفق بهاءهم؟ وها نحن نجدد العهد معك بأن يبقى اسم 11 من فبراير ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى بدولة مدنية حديثة، وعلى الجبل والصحراء يلتف وشاح اتحادية. نحن على العهد، سندوق الصخر حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرا، ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرى. صحيفة القدس العربية عنونت بخصوص الانتخابات في الصومال: فرماجو مواطن أمريكي رئيسا للصومال. وقالت الصحيفة: أصبح الأكاديمي والسياسي الصومالي محمد عبد الله فرماجو الرئيس التاسع للبلاد منذ استقلالها في عام 1960، وذلك بعد نجاحه في تحقيق المفاجأة والفوز في الانتخابات الرئاسية التي أجراها البرلمان الأربعاء الماضي. وتضيف الصحيفة: ولد فرماجو في العاصمة مقديشو في عام 1962، والتحق بالسلك الدبلوماسي عندما تم تعيينه في سفارة بلاده لدى واشنطن، ومنذ ذلك الحين عاش فرماجو في الولايات المتحدة وحصل على جنسيتها. وتتابع الصحيفة: يتمتع الرئيس بتأييد شعبي قوي داخل البلاد وخارجها نتيجة إنجازاته التي شملت المؤسسة العسكرية في البلاد، حيث تم في عهده صرف رواتب الجيش بشكل شهري على خلاف الحكومات الأخرى. إلى أكثر الأخبار اطلاعا في صحيفة الأنديبنتد البريطانية، والتي عنونت في أحد صفحاتها: سيدة انفصلت عن زوجها لانتخابه ترامب. وقالت الصحيفة الأنديبنتد البريطانية في مادة ترجمتها مواقع عربية إن فوز دونالد ترامب بالرئاسة انعكس على حياة المواطنين الشخصية، لا سيما في ظل الانقسام السياسي الحاد، حيث انفصلت غايل ماكرويك عن زوجها بعد 22 عاما لأنه انتخب الرئيس ترامب خلال انتخابات نوفمبر الماضي. وأضافت الصحيفة أن ماكرويك ذهلت عندما قال زوجها أنه يعتزم التصويت لصالح ترامب في الانتخابات، فأجابته ماكرويك البالغة 73 عاما أنها تشعر بالخيانة حيال دعمه لترامب. واستدرجت الصحيفة أنه بعد 3 أشهر من الانتخابات المثيرة للانقسام في السياسة الأمريكية الحديثة، عددا من الأمريكيين يقولون أن الجروح العاطفية أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى. يواجه العالم في الآونة الأخيرة جملة من التحولات التي تنبئ أننا أمام بدايات عالم جديد في طور الانبثاق والتشكل. هكذا بدأ الكاتب المغربي كمال عبد اللطيف مقاله المنشور في العرب الجديد، وقال في جزء من مقاله:
لا تشمل التحولات التي نروم إبرازها مجال العلاقات الدولية والقواعد التي تخضع لها، بل إنها تنطبق أيضاً على مجال القيم وعلى ظواهر المجتمع. وإذا كنا نؤمن بأن دينامية التعولم قد ساهمت وتساهم في درجات نشر وتعميم مظاهر تغيير كثيرة لاحقت المجتمعات البشرية في العقود الأخيرة، فإن تداعيات ما حصل أدت إلى هيمنة طقوس المجتمع الاستهلاكي على جميع أوجه الحياة، صانعة عوالم تطغى فيها العناية بالمظاهر على حساب القيم والمبادئ السامية. تزداد صعوبة فهم ما يجري اليوم في العالم من تحولات وتعقله بحكم وتيرة التغير التي أصبحت سمة ملازمة لمختلف الظواهر والوقائع الجارية في عالمنا. وقد ازداد الأمر تعقيدا عندما تحولت اليقينيات في الفكر والأيديولوجيات في السياسة إلى سيل جارف من الجزئيات المنحلة والإجراءات السريعة والمتناقضة. وقد أصبحت اليوم سمة ملازمة لأغلب المجتمعات، الأمر الذي ولد تسونميات عديدة في كوكبنا من دون أن نملك القدرة على إدراك خطورتها أو نباشر العمل القادر على بناء ما يقين شرورها. نواصل معاينة كل ما يقع أمامنا وفوق رؤوسنا من كوارث نشاهد بعيون مفتوحة وأفواه فاغرة. لقد أصبحنا أمام عالم لا يستطيع أحد الادعاء بمعرفة تفاصيل ما يحصل فيه، عالم بلغ سيلانه صورة غير معهودة في التاريخ. تشهد على ذلك مظاهر التحول الاقتصادي والمالي، وتؤكده مظاهر التحول الاجتماعي والثقافي. بقيادة الشابة سيما عزيمي والتي تتولى تدريب بعض الفتيات الأفغانيات رياضة الوشو للدفاع عن النفس، يجري نادي شاولين وشو تمارينه على قمة جبل مغطى بالثلوج غرب العاصمة الأفغانية كابول، فيما يلي لقطات لبعض الفتيات الأفغانيات يمارسن رياضة الدفاع عن النفس في العاصمة كابول. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.